الو، السلام عليكم. ألو، ايوه اتفضل. السلام عليكم شيخ وليد، وعليكم السلام ورحمة الله نصرتك وبركاته. أحوالك؟ أنا قبل شنو الشيء يعني الحمد لله، بس مو هذا الموضوع. ما حضرتك سني نسألك ولا شيعي؟ مهد السنة، لا شنو السابق الشيء، نعم والحمد لله. الحمد بس لله. أنا الموضوع مالتك، أنا الموضوع مالتك هذا البارحة مال كان موضوع البارحة مع الجارية، هو هذا الموضوع السبب. استننت مو استننت، إنما أقول دخلت لدين الإسلام الصحيح والحمد لله. يعني حضرتك بسبب هذا موضوع امبارح الحادث، تسننت؟ نعم بس مو هسه، نعم يعني هذا الموضوع بال1985، نعم هذا الموضوع قديم. وهذا الموضوع اسمه كان يسمونه، انا كنت عمري صغير بحدود 20 سنه، نعم الموضوع كان يسمونه اعاره الفروج. نعم انا كنت صغير قاعدين في مكان سيء، قاعدين كنا شباب، فكان النقاش، انا ما اعرف النقاش الموضوع، فكانوا يحكون على مساله اعاره الفروج، فكان عمره 18 سنه. نعم وتعرف وقت صدام حسين ما مسموح تجوبه، يعني مال الشيعه، يقول فكنا نقعد بجلسات خاصه. نعم يم سيد، فما اذكر اسمه حتى لا احد يعرفني. فكان هذا النقاش مالتهم كانت اعاره، فهو سالوه السيد على مساله اعاره الفروج، هو موضوع اعاره الفروج انت تحكي بيه بالجاريه، بس هو فقه الشيعه يسمونه اعاره الفروج. نعم فكنا قاعدين، فقال جائز السيد، فكان النقاش دار ما داره، فجائز بين الأمة والجواري إعارة الفروج بينات، يعني بين الناس، بين الذكور إعارة فروج الأمة والجواري. فسأل، أنا كنت مستمع يعني فمركز على الكلام، فسأله واحد من القاعدين كان رجل كبير، فقال له هل الزوجة يعني تدخل بهذا الفقه هاي المسألة الزوجة؟ قال هو، قال له السيد هو مكروه وغير مستحب. تعجبت، نعم. يعني مكروه غير مستحب، يعني لا هو حلال ولا هو حرام، نعم يعني شنو مكروه غير مستحب؟ صارت مكروه عندي مستحب في صدمة، نفس الوقت أي مكروه مستحب يعني، لا مكروه ومستحب شنو هو؟ يعني هو حلال حرام؟ صورة تفاجئت بيها. فظليت ساكت، يعني عمره 18 سنة وقاعد. بالنسبة ترى أمام الخوار لحد الآن هم الشيعة، والحمد لله الله نجاني من هذا الدين، الحمد لله. فالمهم كبر، تركت الصلاة صراحة من هذا الموضوع، تركت كرهت، نعم يعني حسيت شيء قذر. فرجعت لأبويا وبيها البيت، فهم أبوي يقول لهم صدقت أنا معكم أصلي، بطل الصلاة. قال ليش بطل الصلاة؟ قلت له ما أصلي. فقال لي، قلت له يا ابني ما أصلي، بطلت الصلاة بعد ما صدقت الصلاة، لأن الصلاة ما تجيني. المهم صارت بفترة التسعينات، فظليت عندي شنو، ما ليش ما أصلي؟ يعني هو مسلم، ليش ما أصلي؟ ليش ما أصوم؟ فصار عندي رد فعل هذا الحدث. فالمهم سبحان الله، سأل قال له يا ابني أنت ليش يعني اكو شباب قديم في ناس متدينه من الاخوه. قلت له يابا، قال لي ليش؟ قلت له والله جنس. قال يا عبد الروح، اكو جامع كان اسمه جامع يعرفونه البغداد، جامع الاسراء، كان رحمه الله عليه شيخ فؤاد يمني من جل العراق، كان فتره الصحوه، صدام ترك المجال فتره الصحوه بسبب الحرب العراقيه الايرانيه ومد المجوس وكار والحج، فسمح صدام حسين بالمساله. اكو شيخ اسمه شيخ فؤاد من اهل اليمن، فقالوا لي بجامع الاسراء بالنواب يعرفون اهل بغداد. فرحت له، ما صليت كنت ما صليت، بس هاي المسك مش هاي تحكي بها، سوت عندي عقده يسمونها اعاره الفروج. نعم صارت عندي عقده نفسي، شنو يعني القذاره يعني. فرحت قعدت، كان عمري بحدود 23 سنه صار، فرجع عقدت الجامعه، ما صليت
في قاعد بالحرم قاعد أفتهم ذول الناس نفس ذول الناس يعني جاي يختلفون. فهذا قاعد فصلى هو فهو رجل يعين علي أنا قاعد هم يصلون جماعة اللي قاعد انتظره لأنهم كملوا قاعد. قال لي نحتاج شيء؟ قلت لي والله نحتاجك. قال لي تفضل. قلت له لا شغلة خاصة بيني وبينك إن شاء الله. قال تفضل. قلت له لا هنا بالحرم أني بس أني أكو وحدك نسولف. فسبحان الله واحد وياه كان شاب الشيخ محمود فيعرفون هذا الشيخ محمود هو الرجل أنا حسب ما عرفته كان شيعي صار من هال دعوة من هالسنة يعرفونه هو يسمونه محمود السعيدي من هال الزعفراني يعرفونه هال الزعفراني كان يسمونه هال الزعفرانية يعرفونه مشهور عندما صدام حسين بن 94 نعم. فلما قاعدة فقال لي شنو عندك مشكلة؟ قلت له والله المشكلة مسألة عارضة الفروج هيك وهيك سمعت أتكم هيك. فالشيخ فؤاد وضحك الشيخ محمود هو كان الشيخ محمود شيعي صار من أهل السنة من أهل المسلمين إيه. فضحك الشيخ محمود لأنه ضحك ضحكة يعني شلون بدأ فيه تظل رجل الله الله يرحمه يتكفل يغفر له ويرحمه ويسكن في سيح جنات إن شاء الله. فالمهم قاعد ضحك الرجل أنت بيت حسيت إنه يستهزئ مني يعني فقال لي لا ضرب علي زي قال لي لا 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 تكون بخاطرك بينا بعدين أسأل في القصة فيه. فالشيخ فؤاد قال لي هذا زنا. قلت لي يعني الزنا هذا؟ قال لي هذا زنا هذا محرم بالشرع لا. يعني ما هي مسألة إعارة الفروج يعني ما عندكم؟ قال لا يعني ما عندنا حرام. فسبحان الله كأنما نزل الثلج على قلبي نعم. يعني قاعد يحكي هذا السيد ويجي قال يا أخي هذا كل حرام يعني اللي يحكون الشيعة كل ما هو حرام حللوه. فقال لي فحكي علي قصة الربا حلال بتوم وكل هالمناعات الحمد لله. فأنت سبحان اتجهت الحمد لله دين الحق الحمد لله فضل من الله سبحانه عز وجل. فأنت فتحت هذا الجرح. أنا قاعد أركز عليك مال حميدة ونرجس ونجمة والبارح الموضوع يعني رجعني للي وراء بال 85. سبحان الله انت قاعد تقول ما تقدر تقول انت قاعد تحكي لهم حديث بس هو عندهم هذا الموضوع يسمونه إعارة الفروج نعم. فانت ما تقدر تقوله هو هذا الحديث المناط عندك انت قاعد ذكرت وهذا انت يعني قاعد اركز عليك يعني ترى انت بالمصري شلون القصاب شايل المصري القصاب المصري يعني احنا يقولون القصاب المصري شايل ساطور حاد هذا اللي يقطع العظم من اللحم ضربه واحده. فانت شايل هذا الساطور بالنسبة هذا الموضوع هم ما يتناقشون به يعني خذ هاي قاعده من عندي انا عشت وياهم ما يتناقشون هذا الموضوع عادة الفروج بين العامة أبداً ما حد يسمحوا له ولا يذكرونه لو تشوفوا حسينياتهم مجالسهم العامة عامة ما يذكرونه إنما يذكرون مجالسهم الخاصة وإنت فتحت هذا الباب عليهم هذا الباب هذا الباب يعني ما يسمحون واحد يفتح وإنت بجشت الساطور قمت تضرب بيه على رؤوسهم قمت تضرب بيه على رؤوسهم. فقلت فأنا أطلب منك أكو مواضيع إن شاء الله هي أنت تعرفها وين أعرفها بعد أقدر من هذا الموضوع أيدك تفتح هذا الباب بدون استحالة لأنه يعني موجود بكتبه نعم. أخذت لأن العوام والله العظيم يا شيخ ولي العوام مالتهم يعني لو أنا بالنسبة أستمتلهم أنا رجل بالسوق يحكون موضوعك والحمد لله بس قاعد يتفاجئون الناس تتفاجئ مش اكو شيء يعني اكو يعني بهال موعدنا هيك هذا الشيء عندنا موجود يقول له لا هذا كذاب هذا ماكو كل هذا قاعد يطلع لك قاعد يطلع لك احاديث يقول هاي كلها تلفيق وكذب هاي مو مالتنا واحنا مو موجوده اكو موضعت منا عليك والله يطول عمرك الله ما من جزاك الله الناس عميان ربنا يبارك فيك واخي الناس عميان الله ما من الناس عميان والله العظيم يا شيخ وليد عميان خذها من أخ عميان العوام الشيعة عميان أصلا ما يقرون يعرفون يقرون قرآن بس قال السيد وقال المؤمن أو قال السيد وقال المؤمن إنما ما يقرون أم جاهلة. فأنت في هاي البرنامج مالك
واطلب منك ومن رامي عيسى ومن اشرف غريب ان يدخلون بهاي الصلب هاي المواضيع. الناس تبتعد عن الامامه والهاي مالتهم، اكو مواضيع تاذيهم تاذيهم لان يعرفونها ما يعرفونها. ولهذا راح تشوف انت من يشتموك ويسبوك عادي، يعني هو قاعد يشتمون بعض الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني فمسألة طبيعية من يشتموك فأنت عاد، هو أفضل سيد الخلق قاعد يشتمون عرفا، فأنت قيس. فأتمنى أن تزيد إن شاء الله، أن تزيد وتدفع بقوة بقوة، لأن حتى الأعمى يفتش. وأطلب منك وأطلب من الله سبحانه عز وجل الرحمة والمغفرة إليك ويعفى عنك يغفر لك وينور لك دربك ويجيك من قوم الظالمين. وبارك الله بك يا أخي، والله يستر عليك يا رب العالمين. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك.